موعد وثالث الإخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وتنفيذا للتعليمات والتوجيهات المزداد خلال لقاء الحكومة مع الولايات والمتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتكفل بانشغالته سيما تلك المرتبطة بضرورة إلى أهمية خاصة لنظافة المحيط، انطلقت اليوم الحملة الوطنية الكبرى لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء عبر مختلف ولايات الوطن، حيث شهدت بلدية بوسماعيل بولاية بازا الانطلاق الرسمي لهذه العملية بإشراف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية مولفي رفقة رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. والعملية ذاتها انطلقت عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع السلطات المحلية وبإشراك مختلف الفاعلين، حيث شهدت مختلف الأحياء الحضرية حملة واسعة للتنظيف بمشاركة جمعيات الأحياء وأفراد الكشافة الإسلامية الجزائرية ومختلف الفاعلين في مجال البيئة. العملية التي سخرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية تشمل رفع النفايات المنزلية والهامدة على مستوى الأحياء السكنية والمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، إضافة إلى نقل تقليم الأشجار والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه المنظر الجمالي للمحيط. إلى قصر المعارض الآن، حيث تتواصل لليوم الثاني فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار، صالون يتيح للجمهور الاطلاع على التنوع السياحي الذي تسخر به الجزائر، كما يسمح للمتعاملين من وكالات سياحية وأصحاب فنادق من الدول الأجنبية بتقديم عروض تنافسية داخل الوطن أو خارجه. دوليا وفي الشأن الصحراوي، طلبت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة إفريقية، حيث دعا مندوب جنوب إفريقيا لدى مشاركته في أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى تصفية الاستعمار المغربي لأراضي الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. ومن المكسيك، أعلنت الأحزاب والمنظمات المشاركة في الندوة الدولية 26 في بيان لها دعت مساندتها ودعمها اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي بكل الوسائل المشروعة ضد الاحتلال المغربي، داعية إلى تعبئة أكبر أمام الحكومات والمنظمات الإقليمية في مسعى الانضمام لإجماع القوى في أمريكا اللاتينية للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية. الأحزاب والمنظمات المشاركة استنكرت من جهة أخرى مناورات اللوبيات الموالية للمغرب التي تميل إلى تشويه سمعة النضال المشروع لجبهة البوليزاريو وتغض الطرف عن الممارسات غير الشرعية للاحتلال المغربي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وممارسات تعسفية ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين، يضيف البيان. وفي فلسطين المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 6 فلسطينيين بالضفة الغربية، فيما أصيب شابان آخران بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل. إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إثر استشهاد الطفل ريان سليمان أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، مطالبا بالتحقيق في ملابسات الجريمة بشكل عاجل من أجل تقديم الجنات إلى العدالة. الخارجية الأمريكية من جهتها دعت إلى تحقيق شامل وفوري، فيما أدانت السلطة الفلسطينية بشدة استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال الفلسطينيين، معتبرة إياها جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها. يستعد اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيع مراسم ضم 4 مقاطعات أوكرانيا إلى روسيا، وهي دونيتسك، لوغانسك، إضافة إلى خيرسون وزاباروجيا، وذلك ساعة فقط من توقيعه على مرسومين يعترفان بالمقاطعتين الأخيرتين كإقليمين مستقلين. يتزامن ذلك مع اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الموضوع بطلب من الولايات المتحدة وألبانيا، وكذا مناقشة التخريب الرابع الذي طال أمس أنابيب الغاز الروسية في بحر البلطيق.
في أخبار الرياضة، فاز المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم بنتيجة 2-0 أمام المنتخب السوداني في لقاء ودي بملعب ميلود هتفي بوهران. وتدخل هذه الاختبارات في إطار الإعداد لبطولة إفريقيا للمحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي 2023. عارف بعد ثانيتين أو ثلاثة مزيان يسكنها مباشرة في الشباك السوداني. يا سلام، ثلاث ثواني أربع ثواني ظهر لي أسرع هدف في تاريخ كرة القدم الجزائرية أو العالمية. محمد عبد الآدم هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الجزائري أمام نظير السوداني هنا بملعب ميلود هتفي بوهران في بوقران، ويلعب أمام الجمهور أنصار منتخب الجزائر. المنتخب السوداني أمام منتخب المرشح الأول للفوز النهائي بالبطولة. محيوس في الشباك، محيوس يحطها في الشباك بعد ركنية جميلة من مزيان، ومحيوس أيمن برأسية ممتازة في ختم هذا الموعد الإخباري. مشاهدينا نلتقي مجددا على رأس الساعة. We'll be right back.